من أغرب الأمراض في الدنيا. عمرك سمعت عن Vanishing Twin Syndrome؟ من اسم المرض Vanishing Twin Syndrome هو متلازمة اختفاء التوأم. بكل بساطة بتكون الأم رايحة جاية على دكتور التوليد وبتعمل ألتراساوند كل شهر وبتصور بطنها كل فترة، وفجأة بعد ما كان عندها 2 أو 3 توائم تكتشف أنه واحد فيهم اختفى أو ذاب والبقية موجودين. أنت بتتكلم جد؟ شو اللي بصير بالضبط؟ اللي بصير أنه يتم امتصاص أنسجة الجنين بواسطة أنسجة الرحم أو بواسطة أخوه التوأم. للأسف المرض غير قابل للشفاء ولا حتى للوقاية منه. صعب جدا تحديد نسبة أو عدد المصابات فيه، لأنه بكل بساطة مش كل الحوامل بيعملوا ألتراساوند أول 3 أو 4 شهور، وفي بعضهم ما بيكونوا اكتشفوا الحمل أصلا إلا لما تصير في 4 أو 5. بعض الدراسات بتقول إنه ممكن يكون شائع أكثر بعد سن 30 سنة. الأعراض: مغص، نزيف بسيط عبارة عن نقط، وألم بالحوض والظهر، والسبب إنه الجنين فشل إنه ينمو أو يتطور إلى جنين كامل.